لاحظت أكثر من مرة إن بس يضيق خلقي من شغلة، يعني موقف أو خبر، أقدر أتخلص من التأثير الفكري والذهني، لكن التأثير الجسدي يضل معي، يكون طاف كم ساعة وخلاص، يعني نسيت الموقف وطوفت الموضوع وراح عن بالي، لدرجة أني أشعر مثلا بضيق تنفس أو قمتة أو سرعان دقات القلب، وأسأل نفسي ها إيش صاير، وبعدين أتذكر ليش. فأبيك الحين تفكر بشخص متين، طفل أو مراهق أو راشد، كم مرة نغث بسبب تعليق بالمدرسة أو بالدوام أو بالزوارة أو حتى عند الطبيب؟ شنو تتوقع التأثير على صحته النفسية والجسدية مع الوقت؟ أكيد سلبية بعد، ما فيها روح تعال. إنزين، عندك دراسات تربط ما بين الوزن العالي وانحدار الصحة، شلون تقدر تعرف إذا سبب هذا الانحدار بالصحة فعلا الوزن العالي أو وصمة الوزن اللي صار لهم سنين يعانون منها؟ بدال ما نحارب السمنة بنية تحسين الصحة، الأفضل محاربة الوصمة ضد السمنة في المجتمع. وترى إذا في بالك أنت قصدك تنصح المتين أو تشجعه، ترى هو عارف أحسن مني ومنك وحافظ الدرس وما يحتاج نصيحتك. ولا تفترض إذا الواحد سمين يعني كسلان، هذا خطأ ومليون خطأ. في كثير عوامل تأثر على الوزن، وأكثر شيء الجينات. أنت جيناتك خليك تكون ضعيف، لا تحكم على أحد جيناته غير عنك، كأنه واحد غني لأنه وارث ويقول عن كل فقير كسلان. بالأخير الصحة ليست وزن، الصحة سلوكيات وصحة نفسية سليمة.